فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله عليكم. وقول عمر رضي الله عنه للبيد رضي الله عنه: ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران. وهذا كثير في الكلام. نعم، لبيد بن ربيعة العامري رحمه رضي الله عنه هذا من فضلاء الصحابة، وكان شاعرا في الجاهلية فحلا من الفحول، وله معلقة من المعلقات المعروفة، فلما أسلم ترك الشعر رضي الله عنه وأقبل على تلاوة القرآن. ولذلك لما سئل عن شعره في الجاهلية قال: أبدلني الله به سورة البقرة وآل عمران رضي الله عنه.